هو اللي هيفصل في الموضوع ده. موضوع ايه؟ انت خابر يا كبير، حادي بادي كرومب زبادي اللي كنا بنلعبها واحنا عيال صغيرين. ما خبرش الحاجات الصيص دي، بس يعني فاكرها شوي. طب بزبدك يا كبير، مش احنا كنا بنقول حادي بادي كرومب زبادي، سيدي محمد البغدادي شاله وحطه وكله على دي، يا كتكوت روح السوق هات البيضه من الصندوق، ولا هات الدبنه من الصندوق؟ هات الكبه من الصندوق. ما تاثرش عليه، هات البيضه. الحمد لله. الكتكوت؟ لا من الصندوق يا كبير. يا التفاهه دي، انا فضيلك. انت بتعمل ايه يا دي انت؟ انت مش حقيتك يا تذاكر. اطمن يا كبير، سهزلقهم خلاص، انا توليته، انا اللي هذاكر له كل الاسئله بتاعت المسابقه. يا نهار اسود، انت ما لقيتش غير ده؟ بصراحه هو ما قصرش، بسم الله ما شاء الله عليه، كمبيوتر دي فيه حاجات ياما، عنده البرنامج بكل اسئلته باجاباته، وعنده كمان فيلم غريزه اساسيه انقط. فيلم ايه يا ايه عندك انقط؟ ايوه نسخه بلوراي. اكبر لك واحده؟ جمعت لك اشرف بفلاشايه. والفلوس معاه؟ في الاسئله، في الاسئله بتقول عليها. ايه كبير انت مستهون بيه ولا ايه؟ ضيع عليا دايما. اتفضل. قلعت ابو اللي جابك انت بتذكرني ايام اللعبه؟ وفي ايه يا كبير؟ ده كتر الف خيره، ما حش عني حاجه، ده بالعكس حفظني كل الاسئله بالاجوبه بتاعتها. يا ريتو حاش، يا ريتو حاش. بقول لكم ايه، اسمعوني زين، انا ما بقاش قدامي دلوك غير طريقه واحده، وهي من ورا ضميري الحقيقه، ربنا يسامحني. لا يا كبير، هو هيكون اللي في بالي هو اللي في بالك يا كبير. ده من ميت هادي اللي في بالك هو اللي في بالي. انا صح، هو اللي في بالي. عمر اللي في بالك ما يبقى في بالي. طب ما يمكن يا كبير اللي في بالك هو اللي في بالي هو اللي في بالي. ايه اللي في بالك؟ ان احنا نسافر بالي. لا تبالي، هو ايه هادي اللي في بالك وفاكر في بالي؟ اللي في بالي؟ ايه ده؟ وانا مش هخلص ولا ايه؟ كاني دوست على الباني. اسمعني يا هاد، اسمعني انت كمان، احنا هنتفقوا على حركه، وانا ساعتها هيبقى معايا التليفون وفيه نت، اول مره اجي اسال السؤال انا اخش على النت اسرش اجيب الاجابه، نعمل الحركه تعرف الاجابه. بس دي غش يا كبير. غش غش ابيض. سلام يا كبير، بصراحه يعني مش شايف انه له لازمه، ما انا ممكن انجح بمجهودي. انا حكح، لو كحيت مره يبقى الاجابه نمره واحد، لو كحيت مرتين يبقى الاجابه نمره اثنين، ولو كحيت ثلاثه تبقى الاجابه نمره ثلاثه. طب لو كحيت اربع مرات بالسياق تبقى الاجابه نمره اربعه. يا صبر ايوب.